هنئته وشكره على الوطنية البالغة التي ظهرت من مواطنين مصريين سواء كانوا قبط مسلمين أو قبط مسيحيين، فكلنا جميعنا نعيش في مصر قبط. الشيخ عاشور لما اتكلم شوية عن المقوقس العظيم نسي يقول حاجة، هو المقوقس العظيم حينما آتى الرسول عليه الصلاة والسلام ماريا وأختها وبغلة وعسل من بنها، أهدى أيضا للرسول عليه الصلاة والسلام أغلى ما تملكه مصر في هذا الوقت من صناعة مصر، وهي القباط المصرية. فأهدى 20 عباءة من قباط مصر وكسوة للكعبة المكرمة من النسيج المصري، وكان النسيج المصري أغلى ما تملكه الدولة المصرية القبطية، وما زالت هذه المنسوجات موجودة في المتحف القبطي اللي انتقل إلى مدينة إلى شارع المعز دي الفاطمي في متحف النسيج بالمغربيين. أرجو